ولن يلج النار إنسان كريم الأخلاق، سهل هين لين. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: من كان هينا لينا قريبا فقد حرم الله جسده على النار. من كان هينا لينا قريبا فقد حرمه الله على النار. فالمؤمن سهل هين لين يألف ويؤلف، ليس بفظ ولا غليظ ولا جحام ولا متفحش. ويقول صلى الله عليه وسلم: دخل رجل الجنة بسماحته قاضيا ومتقاضيا. ودخل رجل الجنة ليس له من عمل إلا أنه كان تاجرا غنيا موسرا، فإذا جاء غلمانه وقالوا له: إن فلانا قد أصابه الإعصار وأصابته فاقة، قالوا: يسروا عليه، يسروا، أسقطوا ما عليه، تجاوزوا عن دينه، لعل الله أن يتجاوز عنا يوم القيامة. فقال رب العزة: أنا أولى بذلك من عبدين.